دعني أخذ هذه المكالمة من المغرب. ألو ألو سيدة سناء. الو الو ألو أهلا بك. من سيدة سناء من انجلترا. من انجلترا، أهلا بك. أنا أعتذر، تفضلي. أنا مغربية كنسكن في انجلترا. أهلا بك. حقيقة هذه أنا مرتبكة شوية حيت هذه أول مرة كنمشي نمشي معليش برنامج مباشرة. معليش أنا اللي استفدني بزاف هو واحد الأخ مغربي كان هاجمك بكلمات هابطة بزاف وسوقية، كنت أسفلك بزاف زعما معليش كنت أسفل بزاف. معليش احنا متعودين. بس نقول أنا شنقول أنا متبع البرامج ديالك والبرامج ديال الأستاذ أحمد مع زكريا بطرس. نعم. وأنا مغربي، أنا مغربية مسلمة. نعم. عند دابا وليت كنميل للمسيحية بزاف من خلال البرامج ديالكم، عرفت الحقيقة. نعم. نشكر الرب. يعني وما الذي يمنعك حتى انك تقبلي؟ انا مزوجة ورجلي مسلم متعصب ومخبي عليه هذا الشيء. نعم. يقدر يطلقني ويخلي لي الاولاد وهذا ما نقدرش. موقفش ولادي. نعم. أنا أختي سناء هي تقول بغيت نولي مسيحية وبغيت ولادي يولي مسيحيين، ولكن إلى رجلي عرف الحقيقة وهذا قدر يطلقني وياخذ لي الأولاد. نحن نثق أن الله يحفظ الإنسان. هذه علاقة شخصية ومسؤولية أختي، نحن مررنا من نفس الشيء، والكثير منا يعني عذب ومر من مراحل صعبة، وأنا تعاطف معك جدا حتى أني انفعلت شخصيا. لكن الأخت ربما الناس الذين لا يفهمون الدارجة المغربية، هي قالت بأنها تريد أن تقبل. أنا أستطيع أتكلم باللغة العربية. نعم، من فضلك حتى يفهم الناس. ما نقدرش، أنا ما وجدش الكلام اللي غادي نقوله هذا. نعم. أنت دابا أنا مشيت عند قلبي اللي كيهضر. نعم. أنا مش حالي ما اقتنعش بالإسلام. هي تقول بأن ضمن كل شيء بأن اقتنعت برسالة المسيح وتريد أن تقبل سيد المسيح في حياتها، لكن يمنعها أن تفكر في زوجها وأنه ممكن يطلقها وكذلك أطفالها إلى آخره. فهي في وضعية صعبة جدا، أنا أشرح للمشاهدين الذين لم يفهموا. صلي لها أخ رشيد، صلي لها. تفضل. أنا حقيقة لكن ليست هناك حرية في العقيدة الإسلامية، ليست هناك حرية. خلينا نصلي لك صلاة الأخت سناء. شكرا كثير، شكرا. أخت سناء، قبل ما نبتدي نصلي ارفعي قلبك للرب واطلبيه وهو هيجي لك. الرب دايما هيكون معاك. يا ريت تكرري ورايا من فضلك. يا إلهي الحنان، أيها الآب العطوف، أشكرك يا رب على نعمك يا رب. أشكرك يا رب على نعمك يا رب. أشكرك يا رب على محبتك يا رب. أشكرك يا رب على محبتك يا رب. أشكرك إنك أرسلت ابنك الوحيد عشان يموت عني أنا فوق عود الصليب. أشكرك لأنك أرسلت ابنك الوحيد علشان يموت عني أنا في الصليب. أنا أتوب عن خطيتي يا رب وأعترف بك مخلص وإله يا رب. أنا أتوب عن خطيتي يا رب وأعترف بك مخلص. أنت هو الإله الحق يا رب، خلصني يا رب. أنت هو الإله الحق يا رب، خلصني يا رب. يا رب أعني واحفظني واحفظ زوجي وعيالي. يا رب أعني واحفظني واحفظ زوجي وعيالي. يا رب نور طريقي ووريني طريقك فين وعلمني سبلك يا رب عشان أمشي في سبلك المستقيمة. يا رب أنا صلي لك من كل قلبي أنك تحفظ أختنا سناء يا رب، أنك تكون معها في محنتها. نحن نحس بما تحس به لأن مررنا في نفس الشيء يا رب. يا رب أنت تفهم، أنت عارف قلوبنا، أنت عارف بالقلوب وبالظروف وكل شيء، أنت أقوى من كل شيء يا رب. يا رب احفظها، حافظ على حياتها يا رب. هي لا تريد فقد زوجها يا رب، المس قلب زوجها وقلب أولادها يا رب.
نسلمها بين يديك لأنك أنت لا تضيع ودائعك يا رب، باسم يسوع المسيح.